السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. طبعا كل بداية تبدأ بالحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد خير المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد دائما لقائي بكم أعزائي مشاهدين قناة نفيد ونستفيد، وحلقات منفردة وقوية حول طيور البادجي والغندور الكوكتيل إلى آخره. اليوم سأناقش معكم حلقة اليوم عن موضوع أسباب سقوط الشعر أو الريش حول العين لطيور البادجي والغندور والكوكتيل بإذن الله. أعزائي المشاهدين، دائما يسأل كثير من المربين: أخي محمود، شو السبب أو ما السبب الحقيقي لسقوط هذا الريش، خصوصا من حول غلاف العين، أي من أن هذه المكان حول عين البادجي، من هذه المكان يعني نقدر نقول حاجب وأسفل الحاجب، هنا تجد بأن هناك فراغ أو بعض الفراغ لبعض الطيور بسبب تساقط بعض الريش من حول غلاف العين. أعزائي المشاهدين، السبب الأول يكمن دائما بأن بعض الطيور خصوصا من الإناث، يعني أنا ألاحظ بأن الإناث التي سبحان الله تنتج بغزارة أو بكثافة يكون دائما جدا، يعني دائما الإناث التي بجدارة تكون منتجة هي أكثر الطيور التي تسقط من حول العين. فسبحان الله، يعني أديكم مثال على الإنسان نفسه، عندما المرأة تكون حامل بطفلها أو بالجنين، فسبحان الله عند نزول الجنين من رحم المرأة يأخذ هذا الرحم سبحان الله، أو يأخذ هذا الجنين من شعر البطن الخاص بالأم، يعني عندما يخرج الطفل إلى الحياة يكون عليه ريش صغير أو عفوا شعر صغير جدا، فهذا الشعر يأخذه من أمه نفسها، فعندما يبدأ الطفل بالنضوج فيبدأ تساقط هذا الريش عنه أو هذا الشعر عفوا عنه. أنا أعتذر لأنني يعني دائما أشرع عن الطيور، فأنا تطرقت لمثال عن الإنسان، يعني لهيك ركزت على كلمة ريش، يعني لأنني تخصص الطيور سبحان الله. فنكمل، يعني هذا الطفل سبحان الله يأخذ من شعر أمه، فيبدأ شعره بالسقوط الذي يكون على وجهه وأنفه وبعض حواسه في الوجه خصوصا، يبدأ بالتساقط بعد النضوج. فهذه الإناث هكذا، بعض الإناث يسقط الريش من حول عينها بسبب كثرة الإنتاج والتفريخ كسبب أولي. أما السبب الثاني يا إخوان فيعود دائما إلى نوع من أنواع المرض، وهو ليس معدي، هو مرض يكون مرتبط بعوامل الطبيعة، يعني خصوصا الحر، يعني تجد بأن هذه الطيور دائما تجد بأن هناك حكة بسيطة تتناوب حول العين، فيقوم الطائر دائما بحك وجهه في حديد القفص أو السلاكة، فيبدأ بالتساقط بعض الريش، فهذا يعود دائما إلى عوامل الجو خصوصا الحر يعني. فمن ضرورة الوصول إلى أن نضع له بعض المياه الباردة في بعض الإناء أو الحوض صغير أو أي وعاء صغير به ماء، يكون فترة الاستحمام ما فترة الظهرية فقط، ما يكونش عميق ولكن يكون مسطح ولكن واسع نوعا ما، لكي يكون الطائر على راحته في مسألة التحميم، خصوصا غط الرأس أو تغطيس الرأس فيه، وحل هذه المشكلة بإذن الله. السبب الثالث والأخير يا إخواني دائما يعود إلى موسم غيار الريش. كما تعلمون يا إخواني، الطيور بشكلها العام وخصوصا الببغاويات تدخل مرحلة التغيير الريش في فترة الربيع حتى الصيف، يعني هي تقوم الطيور بلبس ريشها الجديد أي كسب ريشها الجديد، فتبدأ خصوصا الإناث بتغيير أو عفوا خصوصا الذكور بتغيير ريشها الجديد، لأن يعني سبحان الله الذكور تأخذ ريشها الزاهي والجميل، وأيضا الإناث تبدأ بتبديل ريشها، يسقط من أسفل البطن، يسقط من حول العين ومن الرأس ومن الجناحين والديل حتى معرض للسقوط. هذه سبحان الله حسب أنواع الطيور هي موسم تغيير ريش، يبدأ من شهر 3 4 5، هي راحة لهذه الطيور تكسو بريشها الجديد، وهو هذا سبب أو سبب ثالث لسقوط الريش حول عين البادجي الكوكتيل
الغندور. إذا يعني هذه الحلقة تكلمنا بها عن الأسباب الثلاثة لعملية سقوط الريش حول عين الغندور، الكوكتيل، البادجي إلى آخره. بشكل عام اليوم وضحت لكم الأسباب يا أخواني لحل أو الأسباب لهذه الظاهرة التي تحدث لكم وبعض حلولها وعوارضها. طبيعي كما أحدد في كل حلقة، من كان عنده سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع أنتظر كل التعليقات أسفل الفيديو في صندوق الرد، وأيضا هناك رقم الخاص بالواتساب محمود وادي كل يوم ساعة عبر الواتساب للتواصل والإجابة عن جميع الأسئلة بشكلها العام، وأيضا كل الاستفسارات تحمل وتؤخذ على عاتق الجد والحل والوصول بالحل السليم لكل الأسئلة التي كانت صعبة أو سهلة سنجاوب عليها بإذن الله. وأخيرا رابط صفحتنا عبر الفيسبوك نفيد ونستفيد، وأيضا رابط المدونة الخاصة بنا عبر الموقع الإلكتروني مدونة نفيد ونستفيد، كلها طرق للتواصل معكم. بالنهاية لا يسعني إلا أن أقول لكم شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم، وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم بالحلقة، ولكنها تأتي في صلب الفائدة والاستفادة خصوصا للمربين الجدد وغيرهم من المربين الذين يبحثون دائما عن الصح وعن التغطية وعن الخبرة في تربية هذه الطيور. تحياتي لكم أينما تكونوا، أخوكم دائما وبحبكم محمود وادي، كلكم باسمه ولقبه ومكانته، ربنا يوفقكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.